شوفية جميلة تضج بالخضار وبالمعالم التراثية والجاذبية السياحية. إنها الجاهلية. تحيط بالجاهلية أحراج رائعة من السنديان والسرو والصنوبر، أما بساتينها فتنتج الزيتون والسفرجل واللقطين وخصوصاً الرمان الخمري. تضم الجاهلية لوحات معمارية لافتة من البيوت الحجرية والطينية إلى الحارات الحديثة المطربشة بالقرميد. أما ضفاف النهر الرقراق في الجاهلية فتزدهي بالشجر العتيق الذي يحفر العشاق أسماءهم على جذوعه. في الجاهلية كهف الفنون، وهو كناية عن متحف للفنان غندي أبو دياب يجمع بين اللوحات والمنحوتات الفنية والتحف الفريدة، وصولاً إلى هذه الثرية المزدانة بأكواز الصنوبر.